بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع سلسلة الأعمال التي نصل بها إلى منازل الشهداء، بل إلى منازل أعلى من منازل الشهداء في الأيام العشر الأول من ذي الحجة. تكلمنا فيما سبق عن صلاة الفجر في جماعة، نتكلم اليوم عن فضل الصدقة. قلنا روى الإمام الأصبهاني وروى الإمام البيهقي في شعب الإيمان من حديث أنس بن مالك أنه قال: كان يقال في الأيام العشر كل يوم فيها بـ1000 يوم، ويوم عرفة بـ10,000 يوم. يعني معناه أن الصدقة والعمل الصالح يتضاعف ثوابه 1000 ضعف في كل يوم من أيام ذي العشر، إلا في يوم عرفة يتضاعف 10,000 ضعف. هذا الحديث له شاهد قوي من السنة. روى الإمام الحافظ الدمياطي في المتجر الرابح بسند بإسناد لا بأس به من حديث عبد الله بن عباس: ما من أيام أفضل عند الله وأحب والعمل فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل ومن التكبير والتهليل وذكر الله، وإن الصيام يوم منها يعدل الصيام سنة، والعمل فيها يضاعف ب 700 ضعف العمل فيها. يبقى هنا يبقى عندك عبد الله بن عباس بيقول في الحديث ده 700 ضعف، وانس بن مالك بيقول 1000. احنا هنحتسب الثواب الاعظم وال1000، لكن انا بقول لحضراتكم حديثين لانه الحديثين بيقووا بعض. الحديث صححه الامام الدمياطي يقوي هذا الحديث ويصح معناه. معنى ايه الكلام ده؟ معناه انت لو تصدقت بجنيه ب 100 جنيه في اي يوم من ايام ايام ذي الحجه، كانك تصدقت ب 100,000 جنيه الا يوم عرفه. لو تصدقت ب 100 جنيه كانك تصدقت بمليون جنيه بلا مبالغه. بمعنى ان انت لو تصدقت في يوم عرفه ب 100 جنيه كانك تصدقت في شهر صفر او شهر ربيع الاول او شهر جماد الاول بمليون جنيه. لذلك دي سنه ثابته بالنسبه لي في يوم عرفه وفي ليله 27 من رمضان، اجمع كل الفقراء اللي انا اعرفهم واعطيهم كل عام بالشكل ده. ليه؟ احتسابا للاجر، لان ليله 27 ال 100 جنيه هتبقى اكتر من 3 مليون جنيه في ثوابها في الميزان يوم القيامه، وال 100 جنيه في يوم عرفه هتساوي مليون جنيه. ف ادخر كل يعني الصدقات بتاعتك. لو عايز تتصدق كل يوم في ايام عرفه تصدق، لكن ده كل يوم ب 1000، لكن يوم عرفه ب 10,000 يوم، يعني الثواب هيضاعف 10,000 ضعف في يوم عرفه. ف جمع كل الصدقات بتاعتك وطلعها يوم عرفه انه افضل يوم اشرقت او طلعت عليه الشمس بنيه، واحتسب هذا الاجر. طلعت 100 جنيه كانك طلعت مليون جنيه، طلعت 500 جنيه كانك طلعت 5 مليون، طلعت 1000 جنيه كانك طلعت 10 مليون جنيه. فلنقدر اضرب الثواب في 10,000. فده من الاعمال العظيمه، واجعلها سنه في كل سنه في يوم عرفه اتصل بكل الناس اللي تعرفهم الفقراء وخليهم يجوا لك وديهم اعطيهم هذا الثواب، هذا الاجر. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.